السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيما راكم تشوفوا خاوتي اليوم رانا مع لا 208 راكم تشوفوا فيها شحال ماشي هذه دركا 100000 110000 110000 ابيبري صح. واش عندك خدمه فيها اليوم؟ فيدونج اير في تابيتاك في غازوال سمحنا نديرو فوالا كلش ها روح بسم الله نبداو بسم الله منين نبداو ها هي روح تراش نحيو الكاج هذا روح نبداو بالفلتر روح نبداو بالفلتر تاع الريح هو الاول واش نبداو روح اتكل على ربي بسم الله هلا هي عجبني هذا الجور انا تاع البلوك كيما حنا نقولوا بلوك كيف يسموه فلتر غازوال مليح هذا المفتاح برك تحل مش كيما اللي في ال 406 ما تجي تحلو بالدراع. راح حاجه الاولى نبداو بلافيش نو 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 لازم نطلع هذا الكروشي ها جيب له من طلع له من ها دوك ترنيفيس في لاريير واش بدل لافريز تخرج فوالا مشي حمد روح زيد وشنو عندك الاخر هذاك ثاني عنده زوج كارشاوات على دو كوتي لوض عليهم واش بده يخرج هذا قال لي راني حاب نتعلم باش خاطر اخرين نعود ندير وحدي ما نروحش للكراج هاني قلت له دبر راسك وحدك ها هي روح واش نحتاجو دركا هادي روح نحيو هذوك لي طروا فيس نجيب لي ربي ثاني عندك لا كروا ثاني داك سوسوار يعينا شويه نو لا كروا وي والله راني نشوف فيها عيانه شويه واش نديرو ثما واش من والله لا ندير واش من كليكي هذا واش من مفتاح سيرتو انا هذا الجور تاع الطوموبيلات يعجب لي اللي عندهم التيربو جاي هنا من قدام تقدر تفيري في التيربو تاعك يعني عادي مش كيما دوك في ال 406 ولا في ال 306 اللي عندي انا جاي في لاريير خلاص باش تلحقو لازمك تنحي حصراه بزبك تنحي الشاك ما تنحي الكاردات تافونسي في الموتور تنحي السي باش تلحق للتيربو وفي الانسيساج دي تلقاه كامل هنايا روح دوك تلقى عنده دي زاتخاب هنايا لازم تسيسهم باش ما تكسرهمش تلقاهم في لاريير هذا روح اش بدي يخرج اصبر ترى نشوفوا الفلتر تاعها الى راه شفت في راه مسخ هذا كيما راكم تشوفوا فوالا هذاك لازم تاسبيريه ولا روح جيب لاسبيراتور خيريه هكذا تاسبيري كاش حاجه دخلت لداخل فوالا كيما راكم تشوفوا خاوتي هذا الفلتر تاع الريح وراه هنايا ها هو جبناه ثاني في البوش ها هو جبناه في البوش ما من نهار الاول كي تحطو ما تحطش يعني قد قد في بلاصتو كيما راكم تشوفوا لا بوزيسيون تاع الشعر هذا وكان ديجا هكذا مطبق ولازم يكون هك المهم هذا القديم اللي راكم تشوفوا فيه يروح يجيب لنا لاسبيراتور ناسبيري وهذاك الوسخ فيت فيه ونحطوا له فلتر الهواء هاي بالعربيه مكتوبه فلتر الهواء اعطيونا رايكم خاوتي في هذا النوع من السيارات في البلاد اسكو صالح ولا ما هو صالح هنا راكم تشوفوا الله يبارك راهي 100000 110000 ابيبري وكما راكم تشوفوا الموتور تاعها راه مازال يعني مازال نظيف كان والو ها مشمع الله يبارك وهنا ترجع للسوقه سوقة عليك اللي قلت لكم هذا الموتور الصغير ما يليقش يتفورسا يليق تمشي به تمشي بعقلك رايح تخدم تروح بعقلك تروح تقضي حاجتك هذا مكان انك باش تفورسيه لا شوفوا الناس اللي تلقاه يفورسي في الموتور تلقاه معمر زيت تلقاه يطيش لك في الزيت من يخرج في الزيت من يخرج في الزيت من هي والانسان اللي يسوق بعقله تلقاه تجور الموتور تاعو تجور تلقاه نظيف فوالا هذه هي فوالا خاوتي كيما راكم تشوفوا حنا واش نديروا نجيبوا لها لاسبيراتور هذه فوالا
كاش حاجه ثاني دخلت هنايا نجبدوها. ايوا لا خوتي كيما راكم تشوفوا بعد ما اسبيرينا هذه ونظفناها دوك نزيدو نعطوها مسحه برك بكشيفونا فيت فيه. اما المفتاح اللي حلينا به هذا الكاش هذا هو تي 25 فوالا هاهو. ايوا لا خوتي كيما راكم تشوفوا لا ديفيرونس بين الجديد ايا واللي كان فيها، راه يساعد بزاف في التيراج تاع الموتور هذا كيعود نظيف. روح ركب، هو نورمالمون ما عندوش انسونس ولا عنده يركب وخلاص، حط وخلاص هذا مكان، ما عندوش كيما حنا نقولوا انسونس يتحط عليها. سي بون في بلاصتو؟ روح دوك انت هذا لازم تاشيري، شوف معايا هذو هنايا تشوفي هذو هذوك لازم يدخلوا في بلاصتهم باش بعدا ما يديرلكش فويت ولا طاكش. من بعد لو كان يعود موش راك في بلاصتو زعما مليح يعود يجبد لك الوسخ ثاني يعقبو ثاني من فوق. لا مازال ماهوش في بلاصتو، نحيتو الفيس هذا منا هاهو طاك، حط لي فيس هما هنا هنايا ركب سي بون. ترا شوفو من هيه، من هيه راه في بلاصتو نو سي بون، راه في بلاصتو وي ها هي باينه. دوك يدنا البلاستيك هذيك دوك تلقى هذيك اللومبول هذيك راهي لداخل شتها فوالا وهو مسكر يبان مسكر، هذوك تحب تطلعو ما يطلعش ها 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 ما يبوجي شتو ها ها ويتحرك كومبلي هكذا هكذا راه في بلاصتو. دوك انا فاش راني نورمالمون يتنبغى انا باسكو هنا نشوف انا شوف هنا نشوف انا شوف فيها كاين حاجه لازم نحمد اسمع لي شوف هو هو لازم يجي هذه البلاستيكه لازم يجي شوف عندها شي هنا حط شوف العقل. أنا نورمالك هو سي بون سي بون هذاك هو روح. وأنت تعتمد فيه باش تكسر هكذا خير من هذاك. ايوا لا خوتي بعد ما حطينا الفلتر في بلاصتو تاع الريح دوك نركبو لي فيش. نروح زيد ركب هذيك لابريز فوالا سي بون. دوك وين نروحو؟ فلتر غازوال هاي روح بسم الله. دوك نحي لي فيش هذو عندهم هنا تعرف لظ تلض على بريز هكذاك وجبد روح هذيك تاعها كيفاش فوالا عندك تطرطقها برك لازمك تسايسها وتطلعها لفوق. اي فوالا خوتي كيما راكم تشوفوا هنايا عندكم هذا السيرك ليبس اللي راكم تشوفوا فيه الصغير هذا هنا يطلع هذا تطلعو وهذا البلاستيك تهبطها باش يخرج التيو. روح دوك نلحقوا لي بريز الاخرين هذا ويسيح شويه مازوت نطلعوه هنايا نخليوه بعيد. عندك هذه هنايا لا بريز هاي ناحيتها سي بون. روح دوك نحي لا بريز تاع هات لي تشوف احمد كيما كاينه كتانه ولا نشفوا فيها المازوت باش هكذا ما يخمدش الموتور. هذه نخليوها هنا هكذا، حنا نخليو الحاله تجور نظيفه. روح زيد نحي لابريز هذيك كيما قبيل نو طلع من طلع من 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 روح طلع البلاستيكه هذيك اجبد لابريز تخرج فوالا. دوك ما علينا غير المفتاح 24 عندك 24 ها شفت الا ما كانش تقدر تحل بالبانس هذاك هات البانس نو إلا عاد عندك ال 24 مليح خير وخير. وهادو بالعقل بالعقل نجيب 24 نجيب 24 خير.
المشكل تاع هاد لي شابو سيكو هما مع السخانه خاوتي كيما راكم تشوفوا هنا مع السخانه وهذاك يقدر يطرطق لك هنا يتشق هنايا. هذا هو المشكل تاع هاد لي كاج هادو تاع البلوك كيما حنا نقولوا بلوك فلتر غازوال. هذا بلوك تاع فلتر غازوال وهذا الشابو تاعو. هادو توجور اي والله نقول لكم حاجه تقريبا اي واحد يجي يحلو غاري فورسي شويه يطرطق ليه السخانه والمازوط يبس كي يبس تروح له هذيك تاع وقت فات كيما كان جديد تروح له هذيك يكون شويه طري تقدر هنا يبس ويبس ويلزق مع السخانه ثاني يبس ويلزق هنا في البلوك الشابو هذا يلزق في البلوك هنا لازمك تسايس سينو يطرطق. هذه يا خوتي حلا على ذيك حنا توجور نقولوا اللي يجي هنايا اللي راه جاي هنا ما يجيش هكذاك بيديه في الانتهاء. حنا رانا نخدموا كيما نقولوا لا سمين نورمال والويكاند هاك تبريكولي. كش ما يعيط لك واحد على ديسك على بلاكيت على فيدونج على كروا داكسوسوار على كروا ديستريبيسيون على هذيك على هذيك تلقى روحك ثاني مصور 200 اورو 300 اورو 250 اورو في السمانه في بريكولا كيما هذي تقدر تجيب حتى 200 اورو 250 اورو نورمال تعاون بها روحك. فوالا انا الخطره اللي فات درنا واسمها لا جولف سيت عودنا لها لي ديسك افون يا افون مع لي بلاكيت مزدرونا لي بلاكيت اريير كيما هذه ثاني ها وعدنا لونتريتيان تاعها كامل مع الزيت مع كل شيء. هذه هي اللي حنا توجور ننصحو نقول لك ما تجيش هكذاك لاش تروحك جاي وما عندك حتى شوف ما عندك بيرمي ما عندك ميتي ما عندك والو غير ما كان لا تجي حراق سورتو حراق سورتو حراق غير ما كان لا تجي ماك راح تجي دير والو من بعد هنا تلحق هنا تبقى حال فمك وخلاص. اما تجي حارق وذاك ليش تروح كابابل وعندك دي ميتي وعندك ميكانيك وعندك خدمه وعندك يعني حاجه في راسك تقدر تجي وما عندك حتى مشكل تجي هنا طول تبدا تخدم ها باسكو الناس هنا ما تحبش تروح للكراج. هذه الخدمه اللي خدمتها انا ذاك النهار في لي ديسك هذوك كيما كنتوا تشوفوا في الطروا في لا جولف سيت اللي عاودت لها لي ديسك بلاكيت هذيك الخدمه تاعها مينيموم عند الكراج اونتر 600 و 700 اورو الخدمه هذيك. راني نقول لكم تروح للكراج يدير لك دوفي تاع 600 اورو بصح وردنا حنا 12 مليون. ابان انا نخدمها هنا ب 200 اورو 150 اورو هذاك يعود تعرفوا منا وهذاك تقول اعطيني 100 برك هي هذه هي صاي جبت لها مفتاح